السلام عليكم. اذا دابا غنبداو بالدرس ان شاء الله ديال داك الانصومبل. يعني الطفله 14 سنه، تور دو بواترين صدر، تور دو تاي الربع ديال تور دو تاي اللي هو الحزام، تور دو اونش الحوض الربع ديالو كنقسمو. مثلا هنايا الحوض عندنا 80 سنتيمتر كنقسمو على 4 22، زدت على 3 هي 23. دونك نفس الشيء بالنسبه لهذيك السطر هذه والحزام والحوض، كنقسموا على 4، بعد القسمه كنزيدوا 3 سنتيمتر، جوج ديال التوسيعات وواحد ديال الخياطه، غير هاد الثلاثه هادو. طول الحزام يعني من اعلى الكتف حتى الحزام، وطول الحوض من اعلى الكتف حتى الحوض، لونغور دو ليبول جوسكا لا تاي اي لونغور دو ليبول جوسكونش. دونك دابا شوفوا هنايا التراساج ديال الرسم ديال السروال باش تفهموني في الباترون كبير. هنايا كتجينا هكذا، وهنايا في الخلف كتكون زايده 3 سنتيمتر ياك في السراول كاملين. اذا دابا غتنساو هاد الثلاثه فاش كيكون عندنا لاستيك، غطلعوا هنا بستة، ومن بعد ديك الستة عاد كنديروا ديك 3 سنتيمتر ديال الظهر اللي زايده ديال الظهر، صافي ستة. ولكن هنايا شوفوا قبل بنت ستة غتحسبوا، من هنا غتحسبوا الطول الكامل من هذيك النقطه، الطول الكامل السروال اللي هو 98. اذا فاش غتاخذوا نتوما التوب ولا الباترون غديروا 98 زائد 8 سنتيمتر ولا 10 سنتيمتر. وبالنسبه للعرض ديال السروال باش غادي نبداو، العرض ديال السروال غديروا الربع ديال الحوض زائد 4 سنتيمتر، 4 هي هذه ديال ديك الحرده ديال السروال اللي كتكون نشيطه، حتى هي كناخذوها كتزيدوها عليه، اذا عطاتني 27 هي اللي غنديروا في العرض ديال داك المستطيل. ها نتوما دابا متر ونص ديال التوب انا طويتها على جوج، طويت على جوج وبقات ليا 110 في الطول ديال التوب، راه هي 110 ياك ما كنطويوهاش دابا. اذا دابا طويت غير العرض ديال التوب، العرض ديال التوب متر وخمسين، طويتها على جوج بحال اللي كتشوفوا. دابا غادي ناخذ 27 سنتيمتر ندير نشكل واحد المستطيل، هذيك فوالا 27 سنتيمتر شنو هي؟ هي 23 سنتيمتر ديال الربع ديال الحوض زائد 4 سنتيمتر ديال هاد الحرده هادي ديال امام السروال، صافي واضح. نخلي ديك 10 سنتيمتر اللي قلت لكم غنزيدو، عاد نبداو نرسمو الشكل ديال السروال ديالنا. هنا خليت الفوق 10 سنتيمتر خليتها، وهنا غيكون مسدود، ومن الجهه اللي عندي هنا مسدود، صافي مسدوده التوب، التوب ولا الباترون كيكون طوي مسدود. اذا دابا هاد العشرة هادي خليناها هي اللي غنديرو فيها لاستيك، وديك الطلعة ديال الظهر 3 سنتيمتر اللي كنطلعو في الظهر ديال السروال. دابا من هاد النقطة هادي غناخدو 18 سنتيمتر باش نشكلو هاديك الحذاء ديال السروال لافوخش. فوالا هنا درت 18 هبطت بها، عاود هبطت بثمانية، هادي قاعدة يعني أي سروال هادي قاعدة ما كتبدلش. وبالنسبة للحلال الكبار غنديرو 20 ونهبطو بثمانية، صافي نجي نشكل هكذا واحد بحال المربع كيجينا. وهنا 10 سنتيمتر. دابا غنجيو غادي ناخذوا العرض ديال الحوض، حيت قلت لكم خدينا الحوض هنايا زدنا عليه 4 سنتيمتر ياك، وشكلنا هذاك المستطيل عاد طوينا هكذا. دابا شنو غنديروا؟ غتجيو من هنا غديروا عرض الحوض، من هنا غديروا الربع ديال الحوض لو تور دو اونش، لو ان كار دو تور دو اونش، غناخدو فيه 23. فاش غناخدو ديك 23 هي اوتوماتيكمون غادي تبقى ديك 4 سنتيمتر اللي زدنا بوحديتها تبقى معزولة، صافي. هانتوما هاي ديك 4 بقات بوحديتها اللي من لهيا شتي، وهنايا فوالا هاي بقات 4، وحنا درنا شكلنا واحد المستطيل صغيور، هاي 4 ديالنا اللي بقات هادي باش غنديرو ديك لا فورش. فوالا هاديك الحرده ديال السروال. نجيو هنا غادي نسطرو هادي هكا حتى الاسفل، حيت السروال كيجي هكا دغوا. الا بغيتوه شويه مزير غتاخدو عرض الركبه بحال با ديليفون، تاخدو الطول ديال الركبه ودخلوا واحد جوج سنتيمتر، عاد تعاودوا تهبطوا في ديك الوسوئيه في الاسفل. ولكن انا دابا هبطت به نيشان داكوغ. هانتوما شوفوا هنا مسدود وهنا مسدود، وهنا كاين جوج بحال التوب. دابا هذه الطويه ديال التوب اللي درت لكم. دونك غنجيو هنا من بعد نخرجوا بثمانيه،
هنا نخرج ب 8 سنتيمتر، هذه لا فورش ديال الظهر، صافي الحرده ديال الخلف. هنا نخرجوا من هاد الحرده ديال الامام، نخرج بجوج سنتيمتر هكا باش جينا شويه كبيره الحرده ديال الخلف لا فورش ديال لو دو، ونمشي لهذيك 8 صافي. حتى لهنا واضح. هنا في الاسفل كنزيدوا 1 سنتيمتر في الدوره ديال الرجل هكذا، هنا كنزيدوا 1 غير بالنسبه للظهر، بالنسبه للامام كنخليوه عادي، ونمشي نسطر حتى لديك لا فورش، حتى لديك حتى لديك الحرده. شفتوا هانتوما الظهر كيبقى بوحدو والامام بوحديتو، صافي هذاك اللي ملاه هو الظهر باينه كبير. دونك دابا شوفوا هنا شنو غندير في لاستيك، كنطلعوا بديك 6 اللي قلت لكم، يعني حتى كتراسيو ديك الحرده ديال السروال لا فورش حتى كنتراسيوها عاد كنمشيو لديك 6 سنتيمتر ديال لاستيك. دونك هنا درت 6 سنتيمتر طلعت بها من هنا 6 سنتيمتر تاع لاستيك. دابا عاد غنطلعوا ب 3 سنتيمتر ديال الظهر من بعد لاستيك. دابا غنطلعوا ديك 3 هاهي ديال الظهر، هذيك 3 سنتيمتر كتكون غير في الظهر باش فاش كنكسو ما كيهبطش لينا سروال في يعني من الخلف. هذيك 3 كنديروها في كبار ومراهقين، يعني قياس ما كيتغيرش ديك 3 فوالا. دابا غنجيو من هنا نشوفوا هذه المسافه، خاصها تكون هذه المسافه هذه ديال هذا الامام تكون قد قد المسافه ديال الخلف. شوفوا اذا عطاتني هنا 72، هنا خصها نمشي نقلب على 72 فين جاتني هنايا صافي، ونعاود نتراسي هكذا. ها هو الخلف هو هذا، والاخر امام، يعني ما بين الخلف والامام جوج سنتيمتر خرجت عليه. شتوها من ديك لافورش. دابا غنجي غنقطع كلشي ظهر، ركزوا معايا مزيان. حتى نتوما الكبار عطيتكم قياسات، يعني هاد الطريقه اللي غديروا. نجي نقطع هذيك 3 سنتيمتر حتى هي. دابا قطعت كلشي ظهر داكوغ. دابا غنجي غنحل هكذا التوب ديالي ولا الباترون ونصيبو الامام. ها هو الامام بقى متراسي، يعني ساهل. نجيو هكذا ونحيدو ديك 3 اللي زدنا في الدار صافي. ها هو هذا هو السروال اللي ما كتكونش فيه الخياطه في الجوانب، يعني كيكون عندنا الامام والخلف مرتبطين مع بعضياتهم، يعني مجموعين مع بعضياتهم فوالا. ها هو هكذا جانا على هذا الشكل، وما كاينش خياطه في الجوانب، وهذا هكا. شوفوا لاحظوا هذيك الجهه الكبيره راه هي الظهر، شو ديك لا فورش، شو هذيك. المهم الحرد الحرده كتجيني ثقيله شويه في هذا دخلت بين الخرطه والحرده وهذا. مهم لا فورش سميتها، هذيك لا فورش كتكون ديال الظهر كبر من الامام. نجي هنا نخيط لكم هكذا، انا خيطت السروال حيت قلت لكم ما كاينش خياطه في الجوانب، كاينه غير اونتر جامب، غير ما بين دوك ما بين الرجلين ما بين الفخذ فخاد تما كتكون الخياطه. دونك انا درت لكم هذا السكوتش، هذا نتوما اعتبروه خياطه. ها نخيط هاد الرجيله، ها هي اللي بخيت صافي وجدتها. دابا غنمشي ندير رجل اخرى، ها نخيطهم جوج بهم. شوفوا شنو عطاوني، شوفوا هادي طالعه وهادي هما الظهر، وهادو صغيورين هما الامام. غنجي غنجمع لا فورش هكذا، الحرده ديال السروال غنجمعها هكذا من الطول من لاستيك من هنا من الفوق تجيو حتى لهنايا، والخياطه تكون مع الخياطه ديال لا فورش. تحطوها هكا بحالكم، تحطوها هكذا وتمشيو دوروا بها هكذا بالخياطه. يعني دابا شنو بقى لنا غنجمعوا؟ غنجمعوا السروال غير من لا فورش، غير من الحرده ديالو كامل، غنجمعوا من الخلف وتمشيو ماشي بالخياطه حتى توصلوا للامام وتطلعوا الحزام صافي. بالنسبه للكيمونو انا خديت هنايا 2.40 متر والعرض 1.5 متر. غنجي غنطوي الطول هو الاول 2.40 متر غتعطيني 1.20 متر، طويتها هي الاولى، ومن بعد ديك 1.5 متر ديال العرض غنطويها حتى هي عاوتاني. كنطوي على 4 ولكن كنبداو نطويو الطول هو الاول، كنطوي الطول هو الاول على 2 داكوغ. هانتوما الطول هو هذا، طويته على 2، هذا العرض وهذا الطول. هذا الطول عطانا 240 طويتها على 2، ودابا 150 طويتها على 2 على هذا الشكل. دابا تقدروا تخدموا ديريكتومون يعني نيشان في التوب، ماشي ضروري باترون.
وغنجيو نديرو دابا الخدمة ديالنا، دورة العنق 7. ونهبطو ب3، بالنسبة للأطفال كنهبطو غير بجوج، إذا كانت البنت مغليضة شرقية أخرى كتهبطي غير بجوج. دابا هنا هبطت أنا ب3، نطيحو الكتاف ب3 ونجي نتراسي هكذا الكتف، عبرت الكتف وهبطت طيحته ب3، ماشي طيحته، هذيك الهبطة باش كنميلو ميلان الكتف. صافي هنايا شوفوا التركيز كيفاش كنلقاو هذيك حردة الإبط، طول حتى الحزام نقسمها على 2، حردة الإبط باش كنلقاوها يعني قياسها هو طول حتى الحزام مقسوم على 2 زائد 1، أنا غندير هنا 18 سنتيمتر ونصف، من حتى تديروا ميلان الكتف حتى نهبطوا الكتاف. 35 قسمت على 2 وزدت عليها 1. دابا حنا كما نحتاجو هادشي غير باش نعرف عرض الصدر فين غننزلو. صافي دابا هاي 18.5 هنايا بالنسبة لهاد البنية، غنديرو الربع ديال الصدر واحد وعشرين سنتيمتر، فيه الخياطة فيه الزيادات فيه كلشي، صافي ما تزيدو عليه والو إلا إلا كانت الطفلة غليظة، ديك الساعة كتشوفو الصدر ديالها هي، طول حتى الحزام وطول حتى الحوض. هاد الطول ديال الحزام غنديرو فيه عرض الحزام ربع عرض الحزام، طول الحوض غنديرو فيه الربع ديال عرض الحوض، ونمشي نشكل هكذا الباترون ديالي. بالنسبة لهنا الأسفل ليفازمون يعني ديك التوسيعات الإيفازي، كن هاد الحوض هذا كنزيدو عليه 6 سنتيمتر يعني 29 عطاتني هنا، ونمشي نسطر. دابا نخدمو الكيمونو ديالنا، اجيو هنايا من اعلى الكتف لان الكم غيكون مسدود ما فيهش خياطه، هنا غيكون مسدود 55 طول الكم، فين كتبت 55 راه تما مطوي الثوب ما غيكونش محلول عندك وتنساو وتقطعو الكم من الفوق. 24 في العرض ديال الكم، ونجي هنايا نمشيو مع الصدر. علاش قلت لكم خصكم ديروا ديك حاده الابيض، هانتوما هنا 24. دابا غنجيو هنايا من عرض الصدر نخرجوا بجوج سنتيمتر تقريبا هنا، ونمشي نشكل هكذا. بغيتو نيشان نديرو، بغيتو هكذا يا كيجي هاد الشكل هكا احسن. دابا غنمشيو هنا غنديرو نكوربي شويه هكذا، بحال غنديرو شويه دائري شتو، ونمشي هكذا. وهنا غنطلعو بشي 3 سنتيمتر باش نحيدو دوك هادوك الجني واحد اللي كيبقاو في التحت، 3 سنتيمتر. صافي حنا كملنا الكيمونو ديالنا، هنا من هنا هنا طول حتى الحزام، ومن هنا هنا طول حتى الحوض. نقطع دابا الباترون ديالي، عندك وتحلوا الكمامه كنقول لكم كنأكد عليها، الا حليتهم راه خسرتوا كلشي، يبقاو مطويين مسدودين. صافي ها هو دابا نحلو هكذا وغادي نشكل الامام، هانتوما جاوني بحال بحال، شوفوا الكمام كيفاش مسدودين من الفوق ديال الكيمونو. ودابا غنجيو نشكلوا الامام، شوفوا هنايا عفاكم انتبهوا مزيان شنو كنقول لكم. الوغ الا بغيتو ديروا بارمونتور اللي هي التبطين، ركزوا معايا، غنجيو هنا هذا الامام اللي عليه يدي اليسريه، غتهبطوا هكذا من دورة العنق، غتبقاو غاديين ودخلوا ا زيرو، شفتوا غتبقاو غادي بشويه بشويه مايلين وتمشيو ا زيرو. و الا بغيتو بحالي ديروا باندا غادي تمشيو ديك هذيك 7 سنتيمتر ديال العنق غتهبطوا بها كامله وتقطعوها تلوحوا هذاك الثوب. صافي نتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح. هانتوما 7 7، هذه الا بغيتو ديروا لا بوند بحالي، و الا بغيتو ديروا هي التبطين لا بارمونتور، غتجيو من هنا وتمشيو ا زيرو هكذا، تمشيو وتخليو العرض ديال الكيمونو ديالكم. صافي باش ديروا التبطين، وها هو التبطين هو هذا، كتبقاو غادي 7 7 7 7 7 حتى الظهر كديروا 7 7 7 كامل هكذا.
انا دابا خدمت معكم جوج ديال الموديلات في موديل واحد باش تفهموني. تبطين انا وريتكم كيفاش كتمشيو من الاسفل قضيرين حتى لدوره العنق بسبعه، هذاك هو التبطين. كتكالكيوه وكتشكلوا به داك الطرف ديال الثوب، كديروا به التبطين لابارمونتور ديالكم. هانتوما شوفوا كيفاش فاش غنخدم لا بونت، وغنجيو غنجمعوها من القفه من الظهر، كنجمعوا الباندا من الظهر. نجيو هنا نقطعوا داك العرض ديال الباندا. دابا انا عندي في الباندا 5 سنتيمتر، اذا هنا نقطعوا غير 4 سنتيمتر باش يبقى لنا واحد للخياطه. والطول ديال السروال حتى هو قطعت 4 سنتيمتر. صافي، ها نتوما دابا غتفهموا مزيان. هذه الباندا ديال السروال والباندا ديال الكمام ديالنا ديال الكيمونو. دونك العرض ديالها فاش كنطويها على جوج غتعطينا 5. ها نتوما كنبغي نوريكم شي حاجه يعني بلا فينيسيون، ماشي غير قبط وخياط وداكشي يجي سواقي. دابا انا طويتها على جوج الباندا فيها 5 سنتيمتر. دونك انا في الطول ديال السروال قطعت غير 4، ما قطعتش 5. علاش؟ لان هنايا غيبقى في هاد الباندا واحد ديال الخياطه، اذا غيبقى فيها غير 4. والسروال غناخذ واحد الخياطه هي هذيك. صافي، ها هي غنجيو هنا غنقطعوا ديك 4 اللي قلت لكم، غير شرحت لكم دابا في التصغير في المينياتور باش تفهموا مزيان شنو كندير. صافي، مشيو دابا بقاو ماشيين نقطعوا في الكمام وفي السروال 4 4 4. هانتوما دابا هنا بحال حيدت هذيك 4 سنتيمتر، وغنجي نخيط لا بوند. شوفوا كيفاش غتجي، هنا 1 سنتيمتر وهنا غيمشي واحد. فاش طويت لا بوند راه مطويه على جوج، ها هو واحد الخياطه مشى وهنا غيمشي واحد. داكوغ، دونك دابا غادي نحط هذا الابانغل، هاد الفنيته غنحطها فوق فنيته بحال واحد مشى، واحد من السروال واحد من البنطه. شوفوا ها هي، والطول ديالنا السروال رجع هو هذاك كما هو. مهم احنا وضحنا الامور. دابا غنجمعوا السروال، ها هي الجهه ديال الظهر طويله على الجهه الامام، هنايا في الجوانب مسدود السروال ما فيهش خياطه. دابا غنجيو هنا من لافوخش من ديك الحرده السروال غنبداو الخياطه. صافي، من الاخر لافوش انتوما دابا جيت هكذا من الاسفل السروال وطالعه طالعه هذيك رجيله السروال، جيت هكذا كنخيط. صافي، شنو درت دابا؟ خديت من الاسفل السروال طويته على جوج، هذيك رجيله كديروا بعدا الوجه على الوجه ديال الثوب، وطويو السروال على جوج وتبقاو طالعين من الرجل طالعه 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 حتى نوصل ديك الحرده ديال السروال، حتى نوصل لافوخش. ها نتوما هنا قربت نوصل ديك الحرده السروال، هنا وصلت ليها للراس ديالها. فين زدنا 5 فين زدنا 4 سنتيمتر و 8 سنتيمتر تما كنحبسوا. عندك تمشيو تطلعوا حتى للحزام. انا عاود معكم جهه اخرى باش تفهموا مزيان. هنا طويت هذا السروال، ها نتوما هاد الجهه اللي على يدي اليمنية هي الجهه ديال لافوخش، الحرده ديال السروال كامله طالعه حتى الحزام. دونك اللي على يدي اليمنية هو الحزام هنايا الفوق، والتحت هيا من هاد ملي خرجنا ب 4 سنتيمتر وخرجنا ب 8، من تما غنبداو الخياطه ونبقاو ماشيين ماشيين حتى الاسفل ديال السروال. ها هي حتى الاسفل هنا السروال. بغيتو تبداو من الفوق ولا بغيتو تبداو من التحت ماشي مشكل، المهم انه ما يكونش عندكم شي سنتيم زايد ولا شي حاجه، يكونوا قد قد من لافوخش ومن الاسفل السروال يكونوا قد قد في الطول. نديرو لاغيتمون هنايا، تمشيو تجيو الخياطه مزيان رتقوها تصحيح الخياطه ونمشي نطلع. الصورة واقيلا برزتكم، انا بكثرت الشرح، تحياتي هكذا كذب الصح. فاش كنبغي نشرح لشي واحد خصني داكشي ديتايي، ما خصنيش يمشي لواحد خاوي ما فاهم والو. هذه قاعده اللي فيها خيبه، الا طولت عليكم شويه في الشرح بقاو تقولوا لي قولوا لي اختصري، راه عييت من زرب ونختصر ما والو ما عرفتش. المهم هنا خيط. صافي، ها نتوما بحال داكشي اللي وريتكم في المينياتور شتي، ها نتوما. ولكن هنا كاع ما قصه انايا، شتو هنا لا فورش كاع ما قصه بحال طالع. ها نتوما انا كملت الدرجيله. دابا هذا هو الخلف الظهر والاخر الامام، ما بين الطالع داك اللي كيكون عنده طالع ديك 3 سنتيمتر هو الظهر، وهذا الامام. صافي واضح، شوفوا دابا شنو غادي ندير. غتجيو هكذا ساهله جدا هاد الخياطه مع الخياطه. شوفوا شنو غندير هنا، انتبهوا معايا مزيان وغيب شويه علينا. ها نتوما انا نتقل لا كاميرا باش تفهموني.
سورتو بالنسبه للمبتدئات نشركوا هذه مع هذه وهذه مع هذه. دابا غنجيو هنا الخياطه، هنا هاد الخياطه هذه انا تقلت لكم كاميرا باش تفهموا مزيان. دابا حنا في الداخل ديال الثوب، الظهر ديال الثوب ماشي الوجه، الوجه هو اللي من الداخل، وهذا اللي كيشوف فيا دابا الظهر. دابا ها نتوما ها هي الخياطه ديالنا ياك، غتجيو غتحطوها فوق هاد الخياطه درجيله اخرى. دابا حنا في ديك الحرده ديال السروال لا فوخش، وهنا غنطلقوا هكا حتى الحزام بالنسبه للظهر، ونعاودوا من لافوخش نطلعوا هنا حتى الحزام بالنسبه للامام. صافي ما كاينه حتى شي حاجه صعيبه، ولكن هنا غنبغيكم تجيكم بحال علامه زائد، خياطه فوق الخياطه. دونك غتخيطوا شي 2 سنتيمتر وتقطعوا الخيط، تاكدوا واش هكا جات معها نيشان. الا جات جهه طالعه جهه هابطه فتقوا داك الثوب وعاودوها. هنا ما كيعجبنيش انايا الديفوات في هذا هنايا، كنحمش جهه طالعه جهه هابطه الا شفت شي سروال. دونك تجيو تحطوها هكذا وديروا واحد الفنيته ولا واحد الدبوس ولا كل واحد شنو كيقول ليها اون بانغل. صافي انا صيبت، هذه هي اللي غتحكم لينا على الخياطه كيفاش غنديروا لها. شنو جيت درت حرده ديال السروال مع الحرده ديال السروال ومشينا. دابا غنمشيو هكذا نطلعوا حتى الحزام خلف ولا الامام بحال بحال. صافي انا بالعاني هنا تقلت باش تفهموا سورتو بالنسبه للمبتدئات، حيت كاين اللي ما كيعرفش كاع يجمع سروال. غنجيو هنا في الحزام وندير واحد لي بانكل. صافي هنايا هاد الجهه هادي اللي دايره خص ضروري ديروا فيها فنايت هنايا باش ما تجيكم جهه طالعه جهه هابطه، ونمشي نطلع الجهه اخرى. ولا كان كيجيكم الشرح ديالي شويه طويل بزاف قولوها ليا نبقى نزرب لكم، حيت انا كندير هكا كنتقل على ود المبتدئات. كاينه شي وحده عندها ديبلوم خياطه ولكن ما كتعرفش تخيط، حيت الفصاله راه سهله باش غادي تفصلي اي موديل سهله، ولكن المونتاج هو اللي صعيب، داك لاسومبلاج باش كتخيطي هي اللي صعيبه. لان هانتي فصلتي وكيفاش غتجمعي هذا الشيء، ما عارفاش منين نجمع سروال ولا الكمام ولا. صافي ونبداو دابا الخياطه ديالنا عادي جدا، قبل ما تبداو تخيطوا حتى ديروا لاغيتمون تصحيح الخياطه. صافي وهنايا هذه هي اللي كنأكد هذا كندفعو من لهيه، هاد الخياطه هذه وحده غدفع هنايا واخرى غدفع لهيه باش ما تجيناش غليظه، الثوب يبقى لنا غليظ. ونمشي نخيط هنا قلت لكم غتمشيو غير 2 سنتيمتر هكا تقطعوا، وتاكدوا واش جاتكم هكا بحال علامه زائد، شفتوا ماشي جهه طالعه جهه هابطه. ونستمر في الخدمه ديالنا، ضروري من الاحسن انا كنفضل ديروا هادشي اللي درت انا، ماشي غير تجي وتمشي وتا الاخر وتلقاي جهه طالعه جهه هابطه. يعني هادشي اللي كيديروا الخياطه المعلميه ديال داكشي ديال السوق وهذا، حتى كتجي تلبسي سروال كتلقاي جهه طالعه جهه هابطه، هو ماشي ما عنده حتى شي سوق، هو خلصيه و الله يعاون. مي نتوما تعلموا تقنوا راسكم ديروا دي زونسومبل زوينين، عاد ان شاء الله نخدم لكم اونسومبل زوينين ديال الاستاذات ولا هذا ان شاء الله. اللي بغات يعني دير شي مشروع ولا تبقى تخدم المعلمات ولا استاذات الموظفات، يعني دي زونسومبل كلاسيك داكشي ان شاء الله زويون توب. المهم الله يقدرنا ان شاء الله يكون عندنا الوقت. دابا غنركبوا الباندا، شوفوا فيا هنا اسمحوا لي فاش جمعت رجلين، رجل ديال السروال ورجل اخرى دوزت على السورجي هي الاولى، عاد خدمت الحرده ديال السروال. هادي انتبهوا مزيان هاد النقطه نبغيكم تسمعوها، دوزوا فاش دوزوا رجلين جمعوا هاد رجل ورجل اخرى غدوزوا عليهم بسورجي سرفاله، عاد غتخدموا هذيك الحرده ديال السروال لا فوخش ودوزوا عليها حتى هي بالسورجي بوحديتها داكوغ. دابا غنجيو غنركبوا الباندا السروال، شوفوا كيفاش غناخذوا القياس. الطريقه سهله جدا، غتشدي الثوب غطوي هكذا على جوج، هذيك الجهه اللي على يديني من مسدوده هذه الرجل ديال السروال، ها هي غتاخذوا القياس هكا. صافي سي بون، ها هو القياس قد قد كتبان ياك. اذا غتاخذوا هذا القياس اللي لقيت، نثبتوا الثوب مزيان باش ما يتقطعش لينا عوج، حيت هذيك خدمه الزربه ملي كتبقاي غير تجي وتطوي الثوب على جوج وتقطعي، وهذه ضروري كتجيك شي حاجه عوجه. هنا عطاتني 25، اذا حتى هنا غندير 25 فوالا، ولكن فوالا. وملي غنجيو نقطعو ما نقطعوش على 25، شنو غنديرو؟ غنقطعو 26. علاش؟ واحد للخياطه،
حيت عندي هنا تبانة سروال مجموع ومخيط وصافي. كون ما كانش مخيط نقدروا نديروا نفس القياس قد، ولكن دابا راه مخيط سروال، اذا خصنا نخلي 1 سنتيمتر للخياطة. فاش غنجي نقص دابا هانتوما نقطع نخلي 1 سنتيمتر دو كوتور صافي. دابا نكحزو هذاك الهيه ونجي نسدو الباندا ديالنا. الفينيسيون هي اللي كنبغي انايا، ما كنحملش حيت دابا هاد الباندا كاين الناس اللي كيجيو كيركبوها في السروال، وفاش كتخيط ديك الحرده السروال ما بين اونتر جون، فاش كتجي تخيط ديك ما بين الرجلين كتهبط مع لابون حتى هي، لا لابون بوحديتها كتخدم والسروال بوحديتو. نطويو هنايا هكا الخياطه اللي درنا، نديرو خياطه فوق خياطه، نطويوهم بعضياتهم هكذا نيشان، ونمشي نجمع دابا على بعد نصف سنتيمتر هاد لابونت. ما تجبدوا لا الجهه التحتانيه لا الجهه الفوقانيه ديال لابونت، خليوها على راحتها حيت سينو غتجيكم ديكالاج، غتجيكم جهه طالعه وجهه هابطه. صافي هكذا راه ما كنجبدش كاع التوبانه، خليوها على راحته، حطوه واحد فوق واحد وصافي. مشيو على بعد ان دومي سنتيمتر تقريبا، نصف سنتيمتر انا كملت. المهم قلت لكم الباندا ما كتعجبنيش ملي كتلصقوها في السروال، السروال كيكون كله محلول وكتلصقي الباندا، ومن بعد كتهبطي ما بين دوك الفخذين كتهبطي بالخياطه حتى لابونت، هذيك خياطه ديال السوق. ها انتم هاد جهه الخياطه غتكون مع هاد جهه الخياطه السروال هكذا. ها انتم السروال جهه الخياطه هي هادي ديال رجيله السروال اللي خيط، غنجي نلبس له هاد الباندا هكذا بحال شي بوندو غنديروه في راسنا، والجهه اللي مسدوده هي الفوقانيه اللي من لهيه. داكوغ انتبهوا معايا مزيان، ها انتم من هنا ومن هنا بحال لبستو شي باندا، ياك الجهه اللي مسدوده هي اللي الفوق، خياطه هنا هاد الخياطه مع هاد الخياطه السروال، ونديروا واحد الفنيته. وقلت لكم الجهه اللي من الفوق هي اللي مسدوده ديال الثوب، الباندا اللي مطويه طويتها مسدوده هي الجهه اللي الفوقانيه، وهذه اللي على يدي اللي من يد دابا اللي كتشوفوا كنلصقها مع الدوره السروال هي الجهه اللي محلوله، راه باينه الخياطه هكذا. شتو ما تجبدوش السروال فاش تكونوا كتخيطوا، وما تجبدوش لابونت، كل شيء خليوه على راحته. مشي دابا على بعد 1 سنتيمتر، ماشي نصف سنتيمتر، واحد اللي خلينا الخياطه، ونمشي الدوره كامله. ها انتما شوفوا صبعي كيفاش كان اليدي الاصريه، شوفوا شنو كيفاش كندير بها. ها انتما كنجر فاش كيبان، ما خصوش يبقى باين الثوب التحتاني بزاف خارج، كتقادوا بصبعيكم ونمشي ندور الدوره كامله على بعد 1 سنتيمتر. ما تجبدوش الثوب نهائيا، يعني يدكم تعلموا تحكموا فيها، حطوه على راحته. فوالا لاغيتمون هنا كملت صافي. دابا انتبهوا هنا مزيان، شوفوا كيفاش جا، يعني كتجي الفينيسيون غزاله ما شاء الله، شي حاجه توب توب توب، ماشي داكشي ديال السوق. الوغ بالنسبه لهنايا شوفوا شنو غندير دابا، غندوز سورجي لهاد الخياطه اللي خيطت دابا. داكوغ شوفوا الخياطه هنا كي جات مع الخياطه، دابا غتجي هنا ندوز سورجي، وابخي غندير سور بيكور هنا، غندير فوق الخياطه هنايا. هذيك لا سور بيكور هي الخياطه اللي كتكون على برا كتكون باينه. غنجي هنايا غنحل هاد الخياطه هادي باش جمعت لابونت. عندك وتحلوا ديك اللي خيطتوا بها السروال والباندا؟ لا، هي ديك نصف سنتيمتر اللي قلت لكم باش غنجمعوا لابونت تسدوها صافي، ما كاين لاش تبقى، غتبقى غير مخسرانا الديكور ديال الباندا. فوالا هي مشات، حيت هذيك غير كنثبتو بها في الاول وصافي. دابا هنا انا دوزت سورجي خاسر ليا، درت غير زيكزاك، وهذا الكحل هذا ما غيكونش هكذا، هنا هابط على هذا غيطلع الفوق، هذه هاد الخياطه ما تمشيش هكذا، غتمشي طلع للفوق الجهه البيضاء. داكوغ هكذا، ونجي نخيط عليها هكذا، ندوز عليها بسيغ بيكور باش تبقى مثبته ما تبقاش تحرك. هذه شفتو، نمشي شوفوا يدي كيفاش كنحل الثوب هكذا، غنمشيو على بعد نصف سنتيمتر، ولا غتمشيو على، شوف انا كنمشي على قياس ديال داك لو بي دي بيش، هذاك الصباط ديال الماكينه كنمشي مع الحرف ديال لابوند ديال الباندا. بقى ماشيه هكذا ماشيه، فوالا انا وصلت نقطه البدايه،
لا غيتمون نمشيو نجيو هكذا باش نسدو الخياطه. صافي هانتوما. حتى بالنسبه للاكمام ديال الكيمونو غيكون هكذا نفس الشيء. شوفوا هانتوما، شوفوا الخياطه تبارك الله كيفاش جات. وعاد فاش غنغباسيها، فاش يا اما ديوها البريسينغ يا اما تحددوها هي في الدار بوحديتكم. بالنسبه للحزام ديال هذا، كيف الحزام السروال كيفاش كنديروا لاسيك، شوفوا التكنيك كيفاش. ركزوا معايا عفاكم، الدوره كامله 60 سنتيمتر عندها البنيه، عندها 60 سنتيمتر في الدوره كامله بلا ما زيادات، ما تزيدوا حتى شي حاجه، لا واحد سنتيمتر في الخياطه لا والو. فاش كنعبروا كنلقاو لقيت عندها في الدوره كامله 60 سنتيمتر في القياس الحقيقي 60. اذا هذيك 60 سنتيمتر غتنقصوا منها 5 سنتيمتر، هو قياس لاستيك ديالكم. اي عباره عندك 120 في عندك 120 في الدوره ديال الحزام بلا زياده لا حتى حاجه، دوره الحزام عندك 120 غديري 115 في لاستيك في المثال، دائما كتنقصوا 5 سنتيمتر على الحزام. صافي، ودابا غنجيو نسدو هذا الاستيك. هذا حتى هو حتى لاستيك خصكم تعلموا انكم خصكم ديروا لا فينيسيون ديالو، واخا مخبي ما كيبانش، ولكن تعلموا لي حيدوا عفاكم العكز وخدموا شي حاجه متقونه، سورتو الا وليت كتوريوني لي موديل ديالكم ان شاء الله مع المده شنو خدمتو، ما غنبغيش نشوف هذاك التعربيز وداكشي مرون. ونمشي الجهه اخرى حتى هي نخيطها هكذا، رتقها مزيان لا غيتمون. شتو كيفاش جا لاستيك؟ شوفوا لاستيك واخا ما باينش، لاستيك العرض ديالو 3 سنتيمتر، داكشي علاش انا خديت قلت لكم خليو في السروال 6 سنتيمتر. هانتوما هذه هي الحرده ديال السروال. شوفوا هنا غنطوي لاستيك على جوج هكذا ونعلم، انا علمت النصف ديالو، شتو درتو بالقلم، ها هي 3 سنتيمتر هنا غنديرها مع الحرده ديال السروال، طويت لاستيك على جوج وعلمت الجهه اخرى النصف تاعو، ها هو النصف الاخر غنديرو في الحرده ديال الظهر حتى هو، يعني كل نصف واحد كنديرو في الحرده ديال الامام خياطه ديال السروال ديال هذا لافوخش هنا في الامام، والنص الاخر كنديرو في الخلف. هانتوما دابا غتجيو هنايا شوفوا كيفاش غندير لاستيك 3 سنتيمتر طويتها على لاستيك، ونجيو هنا نرتقوها في هذه الجهه، هذه كنمشيو على هكا على الطول باش كنرتقو في الاول لاستيك. وبالنسبه انا خليت 6 سنتيمتر 3 3 ديال لاستيك، الا كان تكون لاستيك فيه 2 سنتيمتر في العرض ديالو غتخليو، اذا غتخليو 2 2 هي 4، غتخليو 4 سنتيمتر. كان عندكم 4 سنتيمتر في لاستيك عريض بزاف غتخليو 4 4 8، عاد ديروا ديك 3 سنتيمتر ديال الظهر اللي كنطلعوا بها في السروال، يعني ماشي ديما كنبقاو بالسته اللي قلت لكم تخليو سته في السروال، لا على حسب العرض اللي عندكم لاستيك موجود ولا اللي بغيتو ديرو. كاين كيبغي لاستيك عرض بزاف، نجي هنا غنرتق هكذا الخيط ندير له هكا بلا غيط مزيان باش يسهل عليا دابا الخياطه. دابا خياطه غتجيني ساهله جدا، غتمشيو لديك الجهه ديال لافوخش اللي من لهيه وتجبدو هكذا، ها هي هادي بجهه الخياطه ديال السروال، هادي غتجيو من هنايا ونجبدو باش نعرفو شحال خصنا نجبدو في لاستيك، حيت لاستيك هو راه بقوانينو باش كنجبدو، ماشي غتجيو تجبدو شويه هنا بزاف وفي الاخر غيشات لكم لاستيك بزاف وتبقاو واحلين معاه، لا ما كنجيوش كنجبدو لاستيك كما قالنا راسنا، خاص داكشي يكون مقسم وكل كل طرف عاطين وقته. ومشيو هكذا صافي، هانتوما كطويو على 3 كديرو ديك 3 سنتيمتر قد لاستيك ومشي الخيط هكذا من الوسط. الا جيتي تخيطي بعشوائيا لاستيك غيجيك من واحد الجهه مجموع بزاف وجهه اخرى مرخوف، يعني السروال كيجي مخربق وما كيجي فيه حتى شي ديكور. انا كملت دابا غنعاود نطوي 3 واحده اخرى داكوغ، هذاش قلت لكم خليو 6. هانتوما دابا فهمتوا هاد 6 ديالاش، شوفوا يدي اليسريه شنو كندير بها، ما يبقاش هنايا هاد الثوب شايط من الجهه اليمين، الجهه اليمنيه ما يبقاش شايط ثوب، ممنوعه لان فاش غتلبسوا سروال غيبقى واحد التخناش، غيبقى مرون ما غيبقاش زوين داكوغ. دونك هنا كنجر لاستيك وشوفوا يدي اليسريه شنو كندير بها، هنا 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 ما يبقى حتى شي طرف ديال الثوب، امشي حضروا يدي اليسريه شنو كندير بها، شتي الزيادة ديال الثوب اللي يدي اليمين ممنوعة تبقى هكذا، شتو اليسرية كنجبد بصبعية كنجر اليسر هكذا،
صافي هي سهله جدا. نشوفوا الفينيسيون ما شاء الله كيفاش كتجي، شي حاجه غزاله. هنا وصلت لنقطه البدايه، صافي. شوفوا لاسيك كيفاش جا، هانتوما شوفوا لاسيك كيفاش كيجي، مازال ما حددتو ما والو، كيجي غزال في لافينيسيون. هادي اللي قلت لكم علامه زائد في لافوغ، شحال درت السروال نبغيها تكون هكذا علامه زائد، يعني ماشي جهه طالعه جهه هابطه. رجيلات ها هما، ما حنا كملنا سروال، دابا غنمشيو للكيمونو نفس الطريقه اللي درت تماما، ولكن هنا غادي تنتابهم معايا الباندا ديال الكيمونو. شوفوا شوفوا هنا، حيت قلت لكم الباندا كتكون هكا مخيطه من القفه، كتعرفوا القفه دوره العنق الخلف، من تما كتكون مجموعه الباندا، صافي. يعني كنديروا متر ونص في اليمين ومتر ونص في اليسار، من القفه كيكونوا مجموعين. انا جيت هنايا باش ما يبقاش لنا التوب شايط لينا في القفه، كيبقى مدل لي هذيك لابونت، كنجيو كنديروا بانسا. شوفوا كيفاش غندير هاد لابانس اللي قلت لكم. الوغ تجيو هنا ما كنخيطوش نيشان هكذا، الوغ ما نجيش، نجي هنا الوسط، نطوي الباندا هكا، ها هو المنتصف ديالها، وغندخل بجوج سنتيمتر. غطويو هكا الباندا وغتعلموه من هنا حتى الكبار، حتى نتوما الكبار. هاهي انا علمت المنتصف ديالها، شفتوه؟ غتجيو تدخلوا عليه بجوج سنتيمتر من المنتصف. هادو هما اسرار المهنه. غتجي هنا حتى واحد ما كيدير هاد هادي اللي درت انا، دخلت بجوج سنتيمتر هكذا، ومشي رجع هنايا لواحد سنتيمتر. عندك ترجعوا ازيغو، رجعوا لواحد ديال الخياطه، صافي. ومن بعد غنبقى دابا نقطع نقطع نقطع، ونخلي غير واحد سنتيمتر فهادشي كامل، واحد 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 واحد. هنا فاش رجعت قلت لكم رجعت لواحد، عندك ترجعوا لازيغو، ترجعوا للفراغ. وهنا غنجيو غنكرونتي، ونتابعهم اي عفاكم في هاد لي فينيسيون. ما يعني ما هاكا نتوما كتجي هنا كتكرونتي حتى الخياطه، حتى كتقربي توصلي للخياطه باش يتطولنا هكذا بسهوله. شتو كي كرونتيت درت واحد القصه صغيره باش يتطولنا هكا مزيان. يعني كاين شي حوايج كنكون كنقولهم واخا لا فيديو كتجي طويله، الا ما سمعتوش غير شي ديتاي صغير، شي تفصيل صغير، غتجيكم شي حاجه اوجه، وتقولوا الاستاذه ديالنا كدابه كدير لنا داكشي خايب. لا كنضحك معكم، المهم ما علينا. الوغ هكا دابا غادي نجمع الباندا ديالي. شوفوا هنا كيفاش جات، ما كتلاحظوش هنا صغيره، هنا هنا صغر من هنايا، شفتوا؟ كتجيكم بحال الدوره ديال العنق ديال الرقبه، لتحت كيكون الرقبه صغير والفوق كيكون كبير. ودابا غنجيو نجمعوا الباندا ديالنا بحال اللي درنا في السروال ودرنا في كل شيء، من الاسفل ديالها غنمشيو على بعد نصف سنتيمتر. هاد الخياطه ديال كنحيدها من بعد غير باش كنجمعها، صافي. لينا مايمكنش نخدمو باندا مفتوحه ونجيو نلصقوها مع الحوايج، ضروري غتعوج لكم واخا تعيا ما تكوني محترفه. دونك انا كيعجبني هكا كنرتقها، كنتبسها بعضياتها هكذا، عاد كنمشي نخدم بها. وكما قلت لكم هذيك البانسا هذيك راه في العبايات، في كل شيء عاد نخدم معكم ان شاء الله عبايات، العبايات بلا بوند هكذا. وهذه مهم تكونوا عارفين نتوما السر ديال القفه ديال الرقبه، كيكون تدخلوا بجوج سنتيمتر باش كتجي ناعسه على الرقبه ديالنا. دابا غنجيو نجمعوا الكمام ديال الكيمونو، هذا الاسفل اللي من هنا هو الاسفل ديالكم، ونجي نجمع لكم هكذا، ومشي بقى ماشيه بالخياطه حتى الاسفل الكيمونو من الاحسن ديروا له لي زيبانغل، ديروا فنيتات باش ما تجيكمش، سورتو هذيك الدوره اللي كتكون حدا التركيز تقدر تعوج لكم التوب. فوالا كنبقاو ماشيين هكذا بخياطه، ونحيدوا هذوك لي زيبانغ ونبقاو ماشيين هنايا. هاد الدوره هادي شتو، هادي اللي خصني تكون هاد الدوره قدها قد، يعني كي الجهه الفوقانيه كي التحتانيه. داكشي اش كنقول لكم، انا كنفضل ديروا الفنايت من الاحسن. نبقى ماشيه، صافي. انا وصلت للاخر، كملت
جهه اخرتين خدمها نفس الشيء، انا كملتهم جوج بيهم صافي سالي، دوز عليهم سيرجي، دوز عليهم السرفاله هي الاولى صافي. من موراها دابا غنجي نخدم، دابا غنجي نطوي هكذا على جوج وتعلموا الرقبه، المنتصف ديال الرقبه ضروري تعلموه صافي. نطوي هكذا على جوج ونعلموا الرقبه ديالنا، حيت هي من هذيك دوره نقط الخلف ضروري تعلموا المنتصف ديالها، لانها منها ملي غنركبوا الباندا ماشي غتجيو تركبوها فين ما قالينا راسنا، لا خصكم تجي طايحه مع المنتصف ديال دوره عنق الخلف. هاد الخياطه هادي غتجينا مع نص دوره عنق ديال الخلف، ونديرو هكذا ايبانكل ونبقاو ماشيين. صافي نبقاو نتبتو هكذايا، ما تجرو لا توب الكيمونو لا الباندا، غير نجيو خليوه كوميدي، خليوه هكداك على راحتو صافي. بقى ماشي هكذايا، انا كملت بلي زيبانك، كملت بالفنايت تثبت باش ما بقاش نطول عليكم. دابا غنجيو نخيطو من الاسفل، دابا انا في الاسفل صافي ديال الكيمونو، نبدا خيط دابا الباندا من الاسفل، ندير لاغيتمون على بعد 1 سنتيمتر. وهذاك نص سنتيمتر هذاك الخياطه اللي كاينه الاولى راه كنحيدوها من بعد، ما تخليوهاش باش ما تبقاش عندكم كثره الخيوط وداك الشيء كيجي ملون صافي. بقى ماشي طالعه هكذا، حتى دابا انا بديت من الاسفل الجهه اليسريه، بديت من الاسفل ديال الكيمونو ياك الجهه اليسريه، نبقى ماشي ندور مع العنق ونهبط للجهه اليمنيه ديالي ديال الكيمونو. وها حنا سالينا لا بوند ديالنا، يبقى لنا غير الكميمات انا وصلت هنايا هكا صافي. ملي كتوصلوا للرقبه شوفوا الرقبه هنايا راه عندكم دايره بحال الشكل ديال الفي، شفتوا؟ لا خصكم تمشيو نيشان دائري هنا في الرقبه، كتشوفوا بحال معوجه، كتشوفوا على الشكل ديال الرقبه، لا بوند خصها تمشي على الشكل ديال الرقبه، شفتوا؟ كاينه هنا واحد التقمقيمه هذيك التوب عوج بحال الفي، لا خصكم تمشيو نتوما مع الشكل ديال الرقبه، ما تخليوش ما تمشيوش مع ديك العوجيه ديال الباندا صافي. تما غير رقبه وريتكم كيفاش، ودابا غنمشيو نهبطو عادي جدا. عندك وتنساو فاش بغيو تركبوا الباندا بحالي كنقصوا، بحال دابا الباندا عندي العرض ديالها 7 سنتيمتر، اذا غتنقصوا نتوما 7 سنتيمتر من الكيمونو ديالكم. ولا بغيتو ديروا غير تبطين ما غتنقصوا والو، غتمشيو من 7 سنتيمتر ديال دوره العنق تهبطوا معها وتبقاو غادي مشيو بشويه حتى ترجعوا للعرض ديال الكيمونو ديالكم عادي، ديال لا شوميز ولا كوم فو فولي. المهم غنجي دابا غنطوي هكذا هنا، طوي ما تخليو الجهه طالعه جهه هابطه بشويه علينا، حتى تاكدوا ان الثوب محطوط مزيان منزل، شوفوا ما يكونش عواج الثوب ولا شي حاجه ياك. هكذا قادوه بشويه بصبائكم ونجي نقطعوا هاد الزوائد هنايا، ما تخليوش الثوب طالع ديال الكيمونو ولا الباندا هابطه ولا شي تخربيقه، هكا حتى تاكدوا انه محطوط مزيان وتقطعوا هاد الزائد، حيت الا ما كانتش عندكم لا تكنيك ديال هاد الفينيسون هادشي راه ما عمركم ما غتمشيو بايد في الخياطه، خصكم عندكم التقنيه فوالا هكذا ونقطعوا. بعد ما خيط غندوز عليه السيرجي، ندوز عليه السرفاله هي الاولى، عندك وتنساو السيرجي، فاش خيط هاد لابونطا دي دوز عليها بسيرجي كامله. دابا غنجيو هنايا غنطوي الثوب، ما كنطويش على الجهه ديال الثوب الاسفل، الكحل كنطيطو على الجهه هنا البيض وكنخيطو فوقها هكا سيغ بيكور، نخيطو فوقها هكدا الخياطه للتزيين. هذيك الجهه اللي كنا خيطنا اللي قلت لكم ديروا فيها سيغجي راه كتكون على يدي اليسريه، عندك كتمشيو تميلوها ليدي اليمنيه ديك الثوب هذا الثوب الاسود صافي. كنمشي هكذا كنخيط، وقبل ما ديروا هذه العمليه قلت لكم حتى ديروا سيغجي سرفاله
ومشي مشي مشي هكذا حتى نكمل حتى الاخر. فوالا صافي حنا كملنا، دابا غنمشيو نخدمو. ها نتوما شوفوا كيفاش جات الخياطه ما شاء الله غزاله. دابا غنمشيو نديرو لوغلي اللي هي العطفه. ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي نقيه الخدمه. المهم انا مخسر ليا سورجي، درت غير زيكزاك هنايا بلا بتيت ماشين. دونك دابا غنديرو لوغلي، نطوي واحد سنتيمتر هكذا ونعاود نطوي واحد اخر هكذا ونعاود نطوي عاوتاني واحد سنتيمتر واحد اخر ونمشي نخيط. وقبل ما تبداو الخياطه حتى ديروا لاغيتمون هذاك تصحيح الخياطه، مرتقوا الخيط خياطه مزيان. فوالا هنا هاد الخياطه تكون فوق هاد الخياطه، ما تكونش جهه بعيده على اخرى. عاد الخياطه ثاني فوق هاد الخياطه صافي، حيت هادو هما الاسرار ديال الفينيسيون. هاد لابانس ضروريه هادي تكون عندكم في الدار، لابانس بروكسل اللي كل فيديو كنقول لكم انكم خصكم تشريوها. ما عارفاش واش شريتوها ولا لا. هادي غتليق لكم بزاف الحوايج، هذيك اللي كيدخلوا بها الخيوطه في سورجي كتقولوا غير لابانس بروكسل كيعطي لك، ما غالياش يعني ما غالياش رخيصه. دونك كتاخذوها ضروري باش كتنفع الا بغيتوا تدخلوا الدرسان فتحت لكم ولا شي حاجه كتنفعكم في بزاف الحوايج. هنا خياطه مع الخياطه، شفتوا كيفاش شفتوا، ونمشي نخيط دوك الزوائد ديال الخياطه كندخلهم داخل هذوك شنيتفات ديال الثوب وكنمشي. ها نتوما عاوتاني هنا غنطوي ونعاود نطوي خياطه فوق الخياطه، ماشي غير تجي وتطوي وتقي ماشي كتخيطي في الاخر فاش غتجي تكملي الاخر غتلقاي راسك انك جاتك اوجه تكفيفه. ها نتوما كتدخلوا الزوائد ديال الخيوط ديال الثوب هكذا لاغيتمون. وها حنا كملنا، دابا غنمشيو نخيطو الكميمات نفس الطريقه ديال السروال. لا بوند اللي درت في السروال اسفل ديال السروال هو نفس الطريقه اللي غنخدمو بها الكمام ديالنا. هانتوما شوفوا كيفاش جات الخدمه ما شاء الله كتجي غزاله. هذا هو الكم وهذه لا بوند. دابا غنجيو هنا نديرو هادي نثبتو الباندا هكذا بالفنايت ونجيو هنايا جهه الخياطه تثبتو لكم باش تعرفوا العرض ديالو الحقيقي. الا درتو الفنيته هكا في جهه الخياطه كتعرفوا العرض ديالو ما كيكون لا زايد لا ناقص. ناخذوا هذا القياس هذا نفس داكشي اللي داك علاش كنزرب، لان نفس الشيء اللي درنا في السروال. صافي هنا لقيت العرض، اذا غنخلي واحد سنتيمتر ونقطع. عندها كنت نسى واحد سنتيمتر دو كوتور ديال الخياطه ونجي نخيط لا بون ديالي لاغيتمون. نمشي نخيط على بعد نص سنتيمتر كما قلت لكم، ما تجروا لا الجهه التحتانيه لا الجهه الفوقانيه ديال الثوب، خليوه على راحته. صافي دابا غنجيو نركبوا الكميمات مع لابونت. دونك فوالا ها نتوما نجيو نلبسو بحال غنلبسو شي بوندو في راسنا، نديرو هكذا وندخلوه. الجهه اللي كتكون طويه هي اللي مليها الفوق، والجهه اللي خيطت انا جمعت بها لابوند هي اللي لتحت اللي فيها الخياطه. داكوغ غنجيو هنا غنديرو خياطه مع الخياطه هكذا تكون معاها معاها نيشان اكزاكتومون معاها. فوالا ونجيو نخيطو على بعد واحد سنتيمتر، والجهه قلت لكم اللي مسدوده مطويه ديال الثوب هي اللي الفوق، وهذه اللي غنخيط دابا هي اللي جمعت بها لابوند. كتجي كتلبسيها الكم ولا السروال هكداك لابوند عادي جدا بحال غديري شي بوندو في راسك. صافي تبقاي ماشي هكذا مع الدوره، ما تجروش الثوب ديال السروال ما تجروش الثوب ديال لابوند. نبقى ماشيه فوالا، وهداك نص الخياطه ديال نص سنتيمتر غنحيدوها من بعد اللي جمعت بها لابوند. صافي كتجينا هكا، نديرو السورجي دابا
ضروري غير تكملوا شي خيطه دوزوا على السورجي ومن بعد نديروا لا سور بيكور. انا دوزت السورجي شفتوا، ومن بعد حيدوا ديك الخيطه اللي بغيتو ديال الباندا اللي كنت خيطت. دابا غنمشي ندير لا سور بيكور. دونك الجهه ديال السورجي دفعتها لهنايا الفوق الجهه ديال الثوب البيضاء، الجهه اللي فيها السورجي ميلناها هنايا على هاد الثوب الابيض باش غنجيو ندوزو فوقها هكذا باش يتثبت لينا لابون ديالنا وتبقاش تحرك. مشيو على بعد نص سنتيمتر ولا العرض ديال الصباط، قطعوا الزوائد ديال الخيوطه. لكم تاني غديروا نفس الشيء بلا ما نطول عليكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال لونسومبل ديالنا كيمونو. هذا راه غيجي البنات الكبار غزال 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 غزال، شي حاجه توب. تقدروا تقصروا داك الكيمونو ولا تقدروا تطولوه بزاف، الطويل تاني كيجي غزال. تقدروا ديروه كعبايه، نساو السروال ديروها عبايه وصافي. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم هذا الموديل هذا، وانني يعني عرفت نشرح لكم، وبالتوفيق لنا جميعا.